بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هرما فايل قلتو ان شرفت لها كدوا ور كرا بنيد ور تيل كارلاد دين دور كسن ور كان كغول دون تان ولين كوينا بلا الاي او اوديا شو شجيره تقبدان بريد كبور ركبيه يو بينين ور دوان دوغال دغمدس كسون يو هكويري كولون يو بريد كبور ركبنيس كوين دوغال كيو قالكا دغنكا بلا الاي يو بينين اني توكمد بيلو دغان دغمد بور ركبه غوبل كباي فوقو غوني لكاي دوغال كان يارنتاس كودوهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلهي مارسك الله الله جيب أنتني كل مياي حفلة دعوة شرفت الله بيش رير مشيغت أما بيش رير والمق ما إله رب وجيب كل ما أو حفلة أنا نبت إلهي إني برواغ نيكنا ماتي جيب ما يبانتك شيئا فلاني هو إلهي رالك نقد لما دكم لباتيوني أفرت ما أنت بليتوميوني طلبات جيجل تضوئه تمي تضوئه ما يبان تك شيء من فلانة ور أون هن الديري أول مج دتك أو أراد الدقن إيك قرنيولي فيدي كم يروح أو أجوران دتك شيء أو أجوران كإلهي كيم بيون أجوران ميهني أنا إلى أنا سدقر مشيك ده أنا لانكو هذا كهلاس قبيل ملك بهاو لان شخصي هذا نبدأ نزيد قبل كمان كبهاو وانا اهلا ان اهلا كأوشب مشيعو سد جنبر ما نقدره يمشيعك ديو لبكي سد جنبر قبض يمشيعو نقبضاس ولا اسمع بناك قيد تان ميلين قيد استا انه بيهني بريك انا ولا لشيعي انه لانه قبض لاين لاني يجوب حدادني كسوبين لاني سوب كرن لاين ورمي بانا سد جنبر يمشيعك ديو والمقب بيش غير مشيعك ما يبقى كتير سنتا وان أتا وان أو شيء أتا إلي لعاتم ناتميلو لشيء عندنا كذا ميهني ده كده بيت جير إذا قبلا ده روعان إيه كده ميت كنال بيكل ما يبان شيء عنه وعلى ما يقول ما يبقى دقن بوراكا بمديل على كبا غرنيولي جواري باردر يدقني مقدسي دقني ده كأو عاصمتي أنا بوراكا بوي ماي بان شيغانا مره ما كانا غانا حفله دار ماي با كسابس كجيبابك او ولا غيرد او لها اري دتك او ماي وي د بوراكاب دكن اجوران لاري اجوران مهينه صدق ابن شيخ دورتو بس دلاني استاو اني وان اسما زاياني ارنتاننا اتمدو اجوران شيخ دسغال سيد مي كشيغو صدق ابن شيخ دو ولا جو اول مي لين لبا دو مي لين سياسي لين مامول لين ولا شيخ دما اسلايان ولا أقول شيئا أنت والمجن بريك أي وأنا كوار هين والمجن عليك تجني بال عليك من أي دين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لما تفر الله وتر الله وبعد كل سمرت منك ماما هاسة أني هري مالن هذا لو تقول أنا جاي هذا لين ورتاي هذا لين يدوش وكل أنا أي ذي وأنا تأكيدية من باقن درة أن تقول على بوركوا نترش بورت مغاشر مغالي كديغين او بورت انتي هتان ارغن اني بورت غيونت اني بورت بلوغ ات اني بورت مدو اتبا ان ارغن انتي ادن ميليا فديدا ميديا فديدا ادن ارام واش ان شغنا جورا اني يو رايان هرت ايدا ان كوغنا ون صدقن بري مشيغان ناره ان انتاس بقولو انتاس كونو سنه سغال بقول سنه يا مغاشر ان شدغنا دمد بور هكاو سو اديال كي شيغان او انا كوور هاي ولي يعني الله أنا إنه مشاكل هاي مشاكلنا والمجو مشاك والأجوران لارو إنه دعانا نركان مكديجنا دكتور ولا عندنا كأنه أو معاش إنشاك ونلا دكجنا دعانا كه أسد جنبرة ده نفترش إن سقال دن ولا نسقف هاي مهجران أو غيد ودن أو هذا دعوينا تلاذة بلن تمية تضبع سنة كان لما كون لباتي أفرة باعن مي بكو جهنيا إن دكتور ولا عندنا كأنه سقال دن ومدة أنك جذن والجرن أنك جذن يعني أننا لقبنا لما قفز ميديا كهذا لي يو والمجو أدقو جواري بوراكا بيدو إلا يغريولي إلا يبارد إير أدقو كلي أنو كهذا لان إسوا يديين سبتم أنا ولا شيء كديان أو أنك هذا رواني خير بور أنك هذا رواني يلي إسوا يديين إن شاء الله بيجا الكريم كلي وقتها كي نقدم بولي كلي كقرب بدن جيجا لين وافجي اني من باغون دكون هجيريان اني من بنتين سدغم بري مشاغن ولا قيب سانس كديغان ان ولا لين ان دس دلدي ان دس دادغون ان
سمران تاسن دلكان أنا حلين كليه هي ولي كان ديم هكذا ولن دلائي ديم هكذا ولن هكذا نملا جيك سي ونن أرنا جوران إنه ونن أرنا بيراتي ما بكسو كرنوب تذكر الشغل يا جوران الشغل دين تذكر كل ما شيء شغل دنك بنكورها هنا وعي كورها هنا مليو ريوغن السجارة بدويان بركان إن شاء الله بنا الكريم قرب الناس نرجعها ساسا سن عقادة سن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانا وسلام أنتي وركم هات اللي تيجي ونور هاتني أصبي وخرنا مقالاً ونبي أبو هذه سيد جنبري مشي يقضي اللي هاي ما إلا قبيل حتى أجولا شيء يقضي خرنا ما أرق أجولا من الفيل ما أرق وراه لا سوا بس أرق اللي بقى أجولا بدي بير ما أرق قلنا أري ولا كيف سداي بدي بير له بقي مشي يقضي اللي هاي سيد جنبري مشي يقضي اللي ما ولا أقول هني قي ملا لأن كي دلكم كسانة دلكم كسانة وسنقول كديس وسلك كديس ده ماي ون هذا البلد هام بويا وعي ون أنا أبكان أبغى نقدرني ون سيد جنبري مشي يقضي أنا أبي أبغى أسكت الجني أبتي أسكت أسكت لأن المدة أسكت لأن قد قولا إيجي قول هذه أزروج لي قول لهم كله ما أدم أي كور كل كلا لان إيري لان تي وال مقول أجوران أرب سكراو لان كوا هذا كه هذا وما ولا أرب كي كذي ما لي فلا أسكار كور لكن آم إيش قبل إيري سيد جنب إيش قبل إيش مشي كذي ونال ألا وسم ساسا لي ونم ساسا كون حتى هذا البدن هان مبويا وأن أنتي رون هذا اللي هان كدرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دديعان لا ما يواجه أن hadagega may waahay qabaail iyo la degnaayeen abi awow la degnaayeen in eele ina aan ajuran ina ajuran nime wal mugulan dhibaatay oo aran la koroonya aan eele dibsheena dibkaano dheeftisna dheeftano is dilana sabaangisa wal mashal gaadadaan hofadaana ki geega gaadadoona bari la gaadaa wal saasumiin ma laanki warkaasi toobo buuney oo may baan sheeganay ajuran hobaad fadaasa meel roog aan ka garaabay laakiin deegaanka buur hakaba min juwaray ila bar dheera ila baydhow in dadka degan hoogwiin ay haramadaara iyo leera sadaagan bari mashaaqdi ayana ka tirsanin aan wali eelay gobodona gobada aan walaal faylan may wala saanahay iska garaabada laakiin aan ka garaabteen umad walaal ay oo hada geega abtirsanin islaankay ka baa may waahay weel walaara lan haramadaara dalay ini hada geega may waa lan usoon ka saana sheegada may waa weelnimin agadaas isagna kullay may waa la saana ka hadalayn barreed ilaahay siin ka dhaafo aan warbadanna baalkii aan meelo miyaala una oo ee odayaasha degan deegaanka buur hakaba qaasatan beesha beelo may waa heer heer mashaaqad sadaqeen bari mashaaqdi ayana nare dhibkii goobada iyo dhibkaan ee dheeftiin kooyti dheeftana ee wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh billahi rahman rahim ilaahu abshirti tawfiiqti khayrka neel kulmi amin maddi wala anta lam fadhi an wal yaro ko kataabada eelay sidii isgambar ee mashaaqdi oo hasla guure meeli guure guure tahay ilaaska la guure harar ma ka bilaawo dhatoon leh ka bilaawe eelay ma hadegay ilaa boo aasho hadegay ma guulahayti degow ma hayna guulahayti maddi wasa meelaha ka ducaysaday meelaha ka guuri ma hadegay baryoola warto eelay u la araawa afarta baaska la gooboysadeen boorad naasi geed fada ee wal mugub eele oo madilaaska lagu booysaday baryoole kiyaale hadba afarta qabiil isla deganyin baryoola afarta qabiil hadba isla deganyin marhaba madii meel ilaaha ka guuri inta la hadegay anta duur ahaytay analis wala araa wala ka soo biyay laboratori li jeey araada laboratoriyada taa umaduntii waqtigaas jirtay dulku wal saxaniyay safaylalan sahani ma dhatmal hanka naga ne madid dudunko i ka dheer la qodi araad ilaah ka qodi li ka nagi buysinti dogoshinki markaas reer walmugahayen ulmaadahayen ulmaadahayen degowki inta nagadi dalka qorishay iganiishay dadad dilay wal dhaawi olmey dhaawti olmey fadhati wali ka dambooy dad walaal ilaa hayni madun boorad
ناسي يجيد فذي إيوال مجو دالكو غران على قبضي وان هنوم عيل سينكر ديجني سدح بقول بقر يا مالن تولي لإغرياي إي بقول إتمي أفرت أب مسورة بقول سور كه مشيغا ومي لاحره اس ولي مداس لنغور ياي مشيغا ونو بردايا لكن سد بقول بقر يا مالن تولي لإغرياي ولي لنغور ياي مشيغا بقول إتمي أفرت إن بنودا لك إكرياي ولي لنغور ياي مشيغاو إنت تاسو سن يا أنت دقناي لي أجوران والا أراو داتكي أون حد دا حانا دالين كون إسا دا بقول إتو لواتن سن عمالا لك روغ ميل لك شيغاو مدقنا بودو قون أنكار سماسنا كدار مغالاس حد شيغت أون ما أتم شيغتان dadna ma sheegadaana wali una sheegadoona aalan u sahlan ma buriyaan tan kale ila haddu uni dadku dhataana wal dhibaato ena dhahmartay una hadda sheegana ma jira dil wal is dilay un ma sheeg ahaan ebadkan diima qaadan aboogana ma qaadan ku هو حتى يعني قرنقي وقت جيل روغي حد يعني هو لك عادل ارون لسكرهون كما ناس لا باس ولي دتك قبا يا قبنا انا دوغي ما بادياو ان تونغا يا مايل اره اس كدرسده ولي ان حديغي ان حديغيو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ajnabi ee dhalada oromada ka qabday howlgal ku dhig gobolka Hiiraan howlgal idinka dowladda federaalka ee idimada deegaanka oo ka fuleen deegaanka Yasoomaan ee gobolka Hiiraan iyo idimada dowladda federaalka Soomaaliya ka qabadan hoban ka tirsanayd shabaab oo usa aan dhalada oromada sada iyo sheegayna kursi iyo calaamadaysanayo calaamado tattooga lanka sawtaas oo iyo sheegay inay tawal eed lan liyaab waraale kooban ka kubahi dowladda federaalka oo la ka daabay bogo wartaalada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la ka sheegay إني هوبنتن إن دلالة إتوبيا غارام وميد أرمادة وسكومتاي كوه شباب وإذن كدولة ديهان ديغان كا مانامو كوريو كقوبة دين ديغان كا يسومن إقوبال كهيران هولغال كاس نوسهاي هولغال قرشاي سنا أو إذن مادة يو كفوريان ديغان كاس تان إيا مو جياس إني على شباب دا تشال دون يو اندقا لما هايان وفدو كدر رايه دولة دا كوفر غالباد يو ديرين ديغمدا براوي عاسم دا كوفر غالباد سوماريا abdullah daariya warkan aku dare brawe wafdi ku soo dowladda konfur galbeed oo soo hagaamiyay wasiirka amniga xasan abdulqadir yame bageek hadeerana magaalada brawe ee gobolka shabeelada hoose arlaadi miid ayaa soo dalkan geeb ku xati kaas oo wafdi ku soo ku baheen magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka konfur galbeed soo dhaweynta ku dib yaa wasiir xasan abdulqadir meeba isla hadalay saxafadu soo ni sharaxaad ku sii ujeedada safar shoo iyo waliis ku saabsanay brawe caasimadda konfur galbeed geekan in koob ma mana ninka dambeeytoon wali hasin deerna insha Allah shaqooyinkii una isin seen hayni inuna dardar gelino horna wadnuya araadankan deerni wali salaan seen kuwada madaxweynaha dawladda koonfur galbeed madaxweyne Cabdiaziz oo ER hoobada meelo seeto in salaam bulshada qibo shashal gadiisan mar salaam ka doobdo isla roogna runtii maalmo hata socdo waxyaabo far badan oo isin tubaasan yaa inta ku qabado doogna wal is wareysada doona odayaasha dhaqanka iyo haweenka ee dhalinyarada kulligeen taladeena aruri doogna dowladnimada koonfur galbeed maadaama caasimada meelan ata oo hadana mustaqbalka la rajeeyo in dowladii dhan caasimada hanguurto in la hormariyo caasimadan lan diyaariyo magaaladii caasimada haayti walaaliyo ku dhidhiman la dhameystiriyo markastan kana nagadaan wali rajeeyane ilaahay idin shee in isigna qayb weyn ku qaadatan maalmo way tala dhaaf wali ee dan aragaana shacab iska hirin ciidan shee ka hirin maamul shee ka hirin oo iska wax u qabso magaaladan kanadeefsada magaalada horumar far badan ku soo biyo markasta aragaana marka in si wadaan rajeeyane ilaahay idin shee wali warbixinna in sheegay in
deegaanadan hadda ku dalacay shaban biyood arantaasiyana kuur gala doogna isbitaalada intuu roogna booqdo doogna wasaaradda caafimaadka koonfur galbeedna walaay ku eedan iyo qabado doonta ilaahay idin shay meel kasta oo dawladda ka shaqeeyso xarun dawladeed ah oo meelanka taalona aan ku horeeyo ciidamada qiibo shishal gadiisna seeda doogna wal kasta oo tale oo aan baahnoona hasan weydii doogna walisin rajeena reer baraawo siisin hadda in iska duubantiin siisan aan wada shaqeeyay haytan siisan magaalada in hormarsada haytan siisan dawladda in garab suruntiin in waligaa saasaatan asin ku rajeyn ilaahay idin shee insha Allah magaaladan in dad sheeb uuna ka faanana dad ilbaxe ilbaxnimada koonfur galbeed dad ka reer koonfur galbeed meelo la ku deeriya kuma daato baraawe meelo runtii in walbadan lagu faa'iideysto dad sheeb aan baahan wali rajeyna isdhexgal fara badan in reer koonfur galbeed guud ahaan demooyinshe ee dad sheeb isan hormarada isan soo biyaasan ee ilbaxnimadaas in si ku deeyo doonan rajeyn maadaama duhur ay waqtiga miseen ka dheerayaan gadaala kullay isku araga doogna kulamo gaar gaar ah ee guud buubsada doogna intii uu roogno eedan maasantiin salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh abdullahi daahir bartel gaarlaadi beledka baraawe shirka iftiimiyow ka hanta dhowrka guud ee koofur galbeed yalaka qobada beledka baydhabo maxamed askaaw iyo warkan beledka baydhabo ku diri magaalada baydhabo liba ka furmay shirka saabsanay iftiimiyow ku waajibaadka xafiiska hanta dhowrka guud iyo liba xafiisida dawladda xilliga baarista shirkan waliba ha qaban qaabiyay xafiiska hanta dhowrka guud waliba ha u qayb galay agaasimyaalka wasaarado waliba in korintii ku hadalay xeerareelaha gobolka bay waana ku simaha xeerareelaha guud ee gobolka bay agaasimaha wasaaradda qorsheynta gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha xafiiska hanta dhowraha guud mayba lahaa hanta dhowrka guud shirkan ay naganay shirka koobad mayba markasta hay'ad arwooy hay'ad iskooyoy walaaqi oo ay leedahay jaran iyo walaaqi kala seenan iskuulo warama kulamada noocaan oo kala ah waxay xoojinayaan een dhaqanka maartay daahfurnaanta ama wax loo yaqaan openness een waxayna si fiican u kaabayaan mise macna badan ay u sameeynaayaan een wax loo yaqaan good governance-ka een waxa ku faraxsanahay waa rajaynayaa een in een waxyaabo badan oo maartay een strengths ah oo laga soo ogaaday wasaaradaha la soo bandhigo iyo meelo qaar oo marka maartay een een improvement area na in la soo bandhigo een waana ku faraxsanahay shirkan ka soo qayb galno markay barajeen in kulamadaas ay la badi dadkana lagu dhaadhey shuruudo iyo indexing hay'ado loo ka shaqeeyo wani noo balan qaadanay ka gudiga shaqaalaha rayidka ah inay wada dawladana kula shaqeeyna si gaar ah gudiga shaqaalaha rayidka wala laal wala procedure iyo hawlaysan in baahdan inay si kula shaqeeyna eediyadan ka faraxsanahay sharaf karaamani inaan ku qayb galno kulankaas waxaan idin ka rajaynayaa inaad nagu soo inaad nagu biirisaan aragtidiina ku aadan wada shaqeynta xafiiska xafiisyada iskaashiga xafiisyada iyo dhisitaanka dowlad wanaaga dhammaantiina waxaan idinka mahadcelinayaa kulankiina maanta meeshaan ugu imaateen dhammaantiina waxaa idin leeyahay soo dhawaada sidoo kale shirkan waliba furay gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan aadan cali bulsho liin shaqeeyo oo dowladdii in shaqeeyaysa adeegii lanka taragalay gobol degma tuulo iyo caasimad mudan si bulshada adeegii indeer bulshadaas mudan walaa nagadaas yahay bulsho liin adeegii wariye maahanay tahay haddii walbarasho hadafadii haddii caafimaad hadafadii haddii eel hadafadii haddii jid hadafadii taas mudan walaa tilmaamo saha bulshada boqolkiiba boqol walaalan shaqeeya iyo saas dartee madan wali kala dardaa ramaan ee wasaarado iyo agaasimeelka ee inta shaqa durooda hayto anti bulshada koonfur galbeed si hufnaan ee cadaalad ee wadaniid leh liinka shaqeey saas dartee madan wali baahan dadka wali ka farahayana maamulsho wali ka farahayana dowladdiyo wali ka farahayna shaqada madaas leen hay taas madun wali meelaha ku daladaas dowlad ishiib ya oo sajaan qaadi oo iska duugum oo iska faraxsan marka insha Allah tan kala warkam u badiyaw geek wali leen furna saadun la ku bilaaw shirki agaban qaabi xafiiska hanta dhowraha guud iyo indhahooy wasaaradda dawladda koonfur galbeed maxamed askaawi
ورتال كارلادي بلد كبيرة بقى. قولتوا أنا شرفت لما رسم ورقم وقول ذا تماما ورتال كارلادي لندور كعالم كنا ولين كوبينا. حوتين تا يمن يا إيو شيغن إني قانك عدميد مرنبا إيو سورقران هاني إني مراكبين جيدان دنقا إسرائيل إيو كجدبان حوتين تا يمن يا إيو أتكا مرين إني مركب كست أوك جيسن دنقا إسرائيل إيو مرنبا أن ليه دون أو إيو دوغا يدونا كوريدة تدبا ديدي لحداف إيو يو لم جبارين برترمامات سدوكا مراكب تا إنجان جير دنقا إسرائيل أو إيو شيغن إني إيو ودان ساند كالجديسن أو إيو إسرائيل كالباتي هاي تا مسلمين تا فلسطينيين تا حوتين توريو شيغانا إن هولغالكين كدنباي إسنينتي يو كفوليين غانك عدميد إيو لبرت الماميت سيدان لما مركب إسرائيل إيا لهاي تيوانا إيو دوغان هوغن إنجي سيدان هاي أدى إلا ليوكا بادا يأيا دنشا شيغ دي إيه يوكي فريجي إيه إني ويرارك لكا غاد مراكيب تن خساروين أنكو دالانا بالسا مراكيب تاك القل غالي أو إيو ويرك أنفولان إنيو كلمان جيتكي إيو سار ناين تاس بدا عس هلغن كجرت روتين تا يأي هور أمبالان قادن إني مرنبا إيو أن دافدونا مراكيب تا إنجيدان إسرائيل إيونا كتلما من جواب تا يوكو كبياين باكس دوكا لك هاي رير فلسطين قولو تودا إني شرفت لأي وركيرا بنا دسن كو قولو دا سين ورتير كارلادين تاك دانيو بسن دافير مايكو لكورتان وبسيت كان أرلادي ميديا دات كم أمبرو برشود أنا كلانا كولون فايل